ماذا بقي من تحالف دعم الشرعية؟ بل وماذا بقي من شعار استعادة الشرعية؟ ما هي العلاقة التي تربط الشرعية بالتحالف الآن؟ وهل يمكن تعديل مسارها بعد كل هذه السنوات؟ أهلا بكم. خمس سنوات حتى هذا اليوم على تدخل التحالف العربي واندلاع عاصفة الحزم لإعادة الشرعية وسيطرتها على كامل التراب الوطني. بعد هذه الأعوام الثقيلة، هل انتصر التحالف في مشروعه في اليمن كما يقول؟ أم أنه ساهم في تفتيت اليمن وتحويله إلى ساحة للصفقات الإقليمية القادمة؟ ميليشيا تتحكم في عموم البلاد، وشرعية لا يوجد لها موطئ قدم في اليمن، وعشرات الآلاف من الضحايا الذين تكالبت عليهم غارات التحالف وقذائف الميليشيا. ماذا تبقى للشرعية بعد كل هذه الخسارات التي مني بها اليمنيون وأبات قرارها السيادي مرهونا بالتسويات التي تأكل من رصيدها ومن شرعيتها؟ ما الذي حققته السعودية في اليمن باستثناء سيطرتها على محافظة المهرة؟ وما الذي تريده الإمارات في اليمن غير هذه الفوضى التي نشرتها في ثلث مساحة اليمن؟ وماذا بعد هذه الأعوام القاسية؟ هل سيستمر تجريف اليمن أرضا وإنسانا؟ أم أنه لا يزال بوسع اليمنيين وقف هذه المهزلة المميتة؟ تحت لافتة استعادة الشرعية وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح وبطلب من الرئيس هادي، أفاق اليمنيون صبيحة 26 مارس 2015 على قصف جوي قضى على 80% من سلاح الجو اليمني بحسب ما قيل حينها. كانت السعودية قد أعلنت حينها عن تشكيل تحالف عربي يضم 11 دولة لإعادة الشرعية، وبدت كل المؤشرات على أنها ستكون حربا خاطفة ستغير معادلة الوضع في اليمن. جردة حساب لخمس سنوات مضت على تدخل السعودية لإعادة الشرعية، فكيف يبدو واقع الحال اليوم؟ بلغ عدد الغارات الجوية أكثر من 200,000 غارة جوية بمعدل 12 هجوماً يومياً، أودت بحياة أكثر من 17,000 مدني، ربعهم من الأطفال والنساء بحسب آخر تقارير هيومن رايتس واتش. بات اليمنيون كلهم عرضة للقتل، وتساوت أعداد ضحايا ميليشيا الحوثي مع ضحايا غارات التحالف. قصف التحالف كل شيء مدمراً المدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد والمزارع والجسور والمصانع ومراكز الاحتجاز والمباني الأثرية، ولم ينس حتى الحافلات المدرسية. وحتى الآن يبدو هذا هو أكبر إنجاز حققته جيوش التحالف. خمس سنوات تبدو السعودية عاجزة عن حماية حدودها، فيما الحوثيون يبدون سيطرتهم على مناطق كانت قد استعادها جيش الشرعية قبل أكثر من 4 أعوام. لم يخفق التحالف في إعادة الرئيس هادي إلى صنعاء فحسب، بل منعه حتى من العودة للعاصمة المؤقتة عدن، فيما تعيش الحكومة حالة شتات بعد أن سيطرت ميليشيا المجلس الانتقالي الموالي للإمارات على العاصمة المؤقتة عدن في العام الماضي. ترك التحالف اليمن بلداً ممزقاً يعاني فيه قرابة 20 مليون إنسان من انعدام الأمن الغذائي، نصفهم على الأقل معرضون لخطر المجاعة، وبات اليمن محكوماً بمجاميع من الفصائل المتناحرة التي ربتها وسمنتها الرياض وأبو ظبي. وفوق كل ذلك تتحدث السعودية أنها قدمت ما يزيد عن 20 مليار دولار مساعدات لليمن، ولا يزال ذلك لغزاً آخر من أحجية الحرب الطويلة هذه بانتظار الكشف عن تفاصيلها الكاملة. سحبت الإمارات معظم قوتها من اليمن بعد أن دربت ومولت ميليشيات محلية تنفذ أجندتها وتحرس مطامعها، فيما تبدو الرياض ماضية نحو إبرام تفاهمات ثنائية سرية مع ميليشيا الحوثي باحثة عن مخرج يحفظ لها ما تعتقد أنها إنجاز بتحويل اليمن إلى ساحة حرب يتصارع فيها الكل ضد الجميع، وتضمن هي أمن حدودها، لكن ذلك يبدو أمراً بعيداً بحسب مراقبين ولأسباب كثيرة.
إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة والتي تعد الثانية من ملف الذكرى الخامسة لعاصفة الحزم التي يتناولها المساء اليمني على ثلاث حلقات، نستضيف في هذه الحلقة هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل البكيري رئيس مركز باب المندب للدراسات الإقليمية، وسيكون معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك ومشاهدينا الكرام. أهلا بك. إذن في الذكرى الخامسة من عاصفة الحزم أستاذ نبيل، إذا تساءلت كيف هو اليمن الآن؟ خمس سنوات من الحرب، وفي هذه الذكرى الأليمة على اليمنيين جميعا، أنا أعتقد خمس سنوات كافية لمزيد من النقد ومزيد من المراجعة ومزيد من تقييم، بعيدا عن ضغوطات اللحظة وعن كل دوافع الصراع في هذه اللحظة. يؤسفني أن أقول أن خمس سنوات من هذه الحرب لا سقط الانقلاب ولا عادت شرعية. كل ما هنالك أتى بنتائج عكسية منحها طول أمد هذه الحرب لخمس سنوات أن تتموضع أكثر وأن تطفو على سطح المشهد كل أوجاع وكل تشوهات المجتمع اليمني. نحن أمام تشوهات كبيرة فيما يتعلق بالانقسامات الكبيرة التي حصلت، انقسامات المذهبية والمناطقية والقهوية، أمام أيضا صراع على هامش الصراع الكبير، تفجرت صراعات فرعية على هامش هذا الصراع نتيجة لطول أمد الحرب وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها. الحرب في اليمن قادت المنطقة كلها، وليست اليمن فقط، قادت المنطقة كلها لأن تفقد غطاءها الاستراتيجي، وضعت المنطقة كلها على كف عفريت، هزت المنظومة الأمنية للمنطقة والإقليم عموما. الانكشاف الحاصل في المنظومة الاستراتيجية والأمنية، المنطقة كلها معرضة للزلازل والخطر، زلازل أمنية كبيرة شاهدناها خلال السنوات القليلة الماضية. حرب اليمن لم تكن نزهة ولن تكن نزهة. حرب اليمن أنا باعتقادي على امتداد الخمس سنوات الماضية كانت كفيلة بمزيد من شجاعة حقيقية تدفع الأطراف هذه الحرب، وخاصة ما يسمى بالتحالف العربي والشرعية اليمنية، لمراجعة حقيقية وشجاعة لمواجهة أو القفز على مناطق الفشل والإخفاقات التي حصلت، وردم الفجوة الموجودة، وإعادة ترتيب مسار العلاقة القائمة بين التحالف والشرعية، وإعادة ترتيب أيضا الكثير من الأوراق فيما يتعلق بشكل هذا التحالف الذي اعتراه الكثير من الخلل التي قادت إلى هذه النتائج الكارثية والخطيرة على كل المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية. أيضا نحن أمام لحظة يجب أن نقول بكل صراحة أن هناك أخطاء كارثية، هذه الأخطاء الاستمرار فيها لن يقود المنطقة ولن يقود اليمن، المنطقة عموما وليس فقط اليمن، لأن اليمن في طبيعة الحال هي قلب هذا البركان العسكري والأمني والسياسي والكارثة الكبيرة. نعم، لكن هذه الأخطاء تتكرر سنويا إن صح القول، ربما منذ العام الأول، ونحن نتحدث عن أخطاء التحالف، أين أخطأ، أين أصاب، وكان لابد من مراجعة هذه الأخطاء منذ ربما العام الأول. ما الذي يعني تكرار هذه الأخطاء وربما تكرار الأخطاء تفشيها أو تزايدها؟ تكرار الأخطاء على امتداد الخمس سنوات هو يعني باختصار هو يفسر لنا الأهداف الخفية من وراء هذه الحرب، وأن الأهداف التي رفعت وهي السعادة الشرعية لم يكن هدف رئيسي ولم يكن هدف مركزي وحقيقي وصادق، هو كان نوع من البروبوغندا التي من خلالها أراد التحالف أن يخاطب المجتمع الدولي وأن يستخدم شماعة الشرعية اليمنية لإضعاف اليمن وتفكيكه، وفي نفس الوقت يعني كان يتجاهل فكرة أن إضعاف اليمن هي إضعاف لمنظومة الأمن والدفاع لمنطقة الخليج العربي كلها. اليمن هي الخاصرة القوية والصلبة للخليج والمدد الاستراتيجي للخليج، لكن للأسف الخليج اشتغل بعقلية المؤامرات القبلية ما قبل الإسلام وما بعد الصراعات القديمة بين شمال وجنوب الجزيرة، وهذه أنا باعتقادي هذه الأوهام المغلوطة التي حملت نتائج عكسية اليوم. أنا باعتقادي بحاجة إلى مراجعات
وبحاجة إلى مكاشفات حقيقية وصادقة قبل أن تغرق السفينة جميعاً بمن فيها. أنا باعتقادي الجزيرة العربية هي أنا أشبهها بسفينة واحدة، واليمنيون والخليجيين بمختلف دويلاتهم هم ركاب هذه السفينة، وأن أي خلل في هذه السفينة سيؤدي إلى غرقها كاملة باعتبار أن المصير واحد. لكن أنا باعتقادي الخلل الحاصل وتكسير وهذه هوة هذه الأخطاء الكارثية جعلتنا نتحدث عن المراجعات كأنها أشبه بمستحيل في إطار هذا الخلل الموجود في منظومة البنى السياسية لهذه الأنظمة في منطقة الخليج، التي يعني تبني تصورات وتبني سياسات على أوهام وليست حقائق فيما يتعلق باليمن. اليمن هو عمقهم الاستراتيجي الذي كان يفترض أن يحافظوا عليه قبل السقوط، ولا يدفعوا بميليشيات من خارج الدولة ومن خارج التاريخ لأن تنتقم من ثورة 11 فبراير التي كان الانتقام منها يعني الانكشاف الكبير لمنطقة الخليج. أنا أتذكر أنني كتبت يوم سقوط صنعاء مقالا كان صارخا وكان نذيرا لمثل الوصول لمثل هذه المرحلة، حينما كتبت اليمن ومأزق الخليج ومأزق الحوثية، أن الحوثية ستكون بمثابة يعني القداحة التي ستشعل النار في منطقة الجزيرة العربية بالنظر إلى المقدمات وإلى قراءة لأفكار وتجربة ومسار ومخاض هذه الجماعة التي نشأت من كنف العنف ومن بين الدخان والبارود، ولن تستقر ولن تستمر هذه الجماعة إلا بمزيد من الدخان والبارود على كل الاتجاهات، سواء في الداخل اليمني أو على الصعيد الإقليمي والجوار الإقليمي. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيادة اللواء. أهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى الضيف والسيدة والسادة المشاهدين. أهلا بك. إذن سيادة اللواء، يتهم التحالف أنه بعد 5 سنوات لم يحقق شيء يذكر لليمنيين، على العكس هناك يعني إطالة أمد الحرب التي تسببت بمجاعة أو أكبر مجاعة على مستوى العالم حسب تصنيف الأمم، أو أكبر أزمة إنسانية في العالم حسب تصميم الأمم المتحدة. اليمنيون باتوا يواجهون ليس فقط الحوثي ومساوئ الحوثي وقذائف الحوثي، بل باتوا يواجهون الأوبئة والأمراض والحصار الذي فرض عليهم، ويعني عزلت اليمن تماما، يعني حتى يعني آلام النزوح والتشرد والتشظي للمجتمع اليمني، كيف ترد؟ يعني هذا أول تقريبا المرة الثالثة وأنا أدخل معكم هنا على القناة بعد مرور كل سنة بهذا الصراع الأليم. يعني في الحقيقة هو صراع لم نكن نرغب ولا يرغب الأخوان في اليمن، ولكن كان هنالك مشروع كبير، وهذا المشروع يعني كان يهدد المنطقة. لذلك ما حصل في اليمن أنا برأيي أنه يعني فيه ما يسمى أخت آسيا الأهداف الاستراتيجية. يعني الأخ البكيري يعني حجم في الحقيقة الصراع إلى أنه يعني وصل إلى أنه صراع قبلي ومؤامرات. وأنا أقول يعني هذا رأيي، أنا أقول لا، الأمر أكبر من كذا. يعني ما أوصل اليمن إلى هذه الحالة، أولا البنية التحتية لدولة، يعني أنا كنت أدرس والجميع كنا نفهم ونعي، وهنالك تصنيف للعديد من الدول، وأرجو أن يتسع صدرك لأخت آسيا، أنه اليمن كانت إحدى الدول الفاشلة سياسيا، وليس أقصد كشعب، الشعب له احترامه وتقديره، ولكن كمنظومة سياسية. وكانت هي مصنفة تقريبا الثالث في العالم بعد الصومال وبعد بعض دول أمريكا الجنوبية، وتأتي اليمن، فما بالك أن يحدث صراع في اليمن، ويعني يكون هذا الصراع بعد مرور الوقت انتهى الصراع إلى أن يكون صراع داخلي وليس صراع كما هو يعني مفروض أن يكون، إيقاف التمدد الإيراني، إعادة الشرعية وإعادة الوحدة اليمنية. ولكن تحدث الحرب بطول أمدها تحدث هذه المشاكل. الآن حضرتك اتهمتي التحالف بأنه لم يقم
بما هو مفروض أن يقوم به. وهذا لم أتهمه أنا، أنا وضعت لك الاتهامات التي توجه للتحالف. طيب أنا معك، بسمع بس أنا عشان يكون للحديث أخذ ورد يعني. فهذه الاتهامات التي وضعت هي في الحقيقة ليست حقيقية، يعني هي بعيدة عن الواقع وبعيدة عن الحقائق. إذا نظرت إلى الأهداف الكبرى للحرب، الأهداف الاستراتيجية، ما هو الغرض من تدخل التحالف؟ وهو قطع أو إيقاف المشروع الإيراني. هنا يأتي التقييم، هل نجحنا في ذلك؟ من ثم تأتي النقطة الأخرى، إعادة الشرعية، هل نجحنا؟ إعادة أجبني أنت على هذه النقطة تحديدا سيادة اللواء، هل نجحتم بإعادة الشرعية؟ فلننظر للأهداف الكبرى. نعم أنا أقول لك الأهداف الكبرى، وإنا نحن الآن فيما يخص الوضع الحالي. الشرعية برأيي الشخصي إنها أعيدة إلى اليمن، وأصبح الآن يعني يمنا يعني يقف العالم صحيح فيه هنالك هفوات من قبل بعض مندوبين الأمم المتحدة أو مارتن جريفيث وعلى شاكلته، هم من في الحقيقة لم يقرأوا الصراع بما هو مفروض أن يقرأ، ولكن الدولة الآن تقريبا يعني العالم أجمع على أنه في تحدي من قبل الحوثي، في تحدي من قبل إيران لدعم الحوثي. بهذه الفكرة وبهذا التوجه نجد أنه يعني هذا ما كنا نرغبه نحن والأشقاء في اليمن، بأن يكون هنالك اعتراف من قبل العالم بأن نحن أمام جماعة مدعومة خارجيا لإخلال الأمن والسلم في المنطقة. هذا بحد ذاته أنا أعتقد أنه إنجاز كبير، ويعتبر في المفاهيم الاستراتيجية والمفاهيم العلاقات الدولية هذا إنجاز كبير، وغير المفهوم من أنه جماعة ثورية قامت بثورة على رئيسها، لأنه هذه المشكلة كانت في البداية، لكن مع مرور الوقت هذه النقطة. النقطة الثانية الآن، لو كان هنالك إخفاء فيما يخص على الوضع في الحال اليمني، كان نحن أول من يدفع الثمن، لأن هذا التدخل يأتي لدولة جارة، وأكثر من راح يدفع ثمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج والدول العربية. ليست الدول الخليج لأن هنا باب المندب، وهنا ممرات ومضائق مهمة، وهنا دول معادية يعني بغض النظر عن إيران، لا هنا دول في القرن الأفريقي لها يعني علاقات خفية مع إيران، لها علاقات خفية مع إسرائيل. فوضع اليمن الجيوستراتيجي هام جدا لنا نحن في منطقة الخليج وكذلك الدول العربية. ومن هنا دخل التحالف، ويعني أيقن التحالف بأنه لا بد من إعادة الاستقرار اليمن. هذا بصورة عامة. نعم، إذن اسمح لي قبل أن ندخل لتفاصيل الصورة سيادة اللواء، يعني اسمح لي فقط أن أترك المساحة لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل للرد على بعض النقاط التي ذكرت. عمليا أستاذ نبيل، فعلا ما زال العالم يعترف بشرعية الرئيس هادي، العالم يعني المجتمع الدولي لا يتعامل إلا مع الرئيس هادي كشرعية، ويعني شرعية هذه البلاد، ولم يقبل بالانقلاب حتى بعد 5 سنوات. أليس هذا يعد إنجاز؟ أنا باعتقادي هذا ليس منجز للتحالف العربي، هذه من البديهيات العلاقات الدولية، يعني البديهيات البسيطة التي يفقهها كل سياسي العالم. نحن رأينا كيف وقف المجتمع الدولي من أزمة الإقليم كردستان الذي ذهب إلى الاستفتاء على الانقسام في، وأزمة كيبك وكثير من الأزمات والانقلابات التي حدثت. يعني الناس العالم لا يتعامل مع عصابة بهذا الشكل، يعني مجرد يوم يدمجها ضمن المنظومة السياسية المجتمع الدولي. يعني هذه من البديهيات، أنا باعتقادي أنه هناك حكومة مقلب عليها. العالم لا يعترف بالانقلابات في طبيعة الحال، وإن اعترف هو يعترف سلطة الأمر الواقع يتعامل معها لتسيير شؤون الناس، لكن لا يعترف بها كمنظومة سياسية حاكمة، وبالتالي هذه من البديهيات. أنا باعتقاد التحالف العربي ساعد إلى حد ما في بقاء هذه الصورة، أو بمعنى آخر أنه يعني ساهم في بقاء هذا الانطباع لدى نعم قال بأنه تم حسب حديث اللواء لكن تم إعادة الشرعية. لا يعتبر إنجاز، الإنجاز كان سيكون حينما تعود الشرعية إلى اليمن، إلى أي مدينة منه، لا نقول إلى صنعاء، إلى عادة إلى عدن. نحن كنا سلمنا بأن تبقى عدن عاصمة مؤقتة اليمن، لكن التحالف عجز عن أن يبقي عدن، ليس فقط الوصول إلى صنعاء، أن يبقي عدن عاصمة للجمهورية اليمنية. يعني نحن أمام فشل مركب، يعني بدل الحديث عن مجرد مجابهة الانقلاب في صنعاء. هذا جانب. الجانب الآخر فيما يتعلق، يعني اليمنيون استبشروا خيرا، وهذه نقولها للتاريخ، حينما تدخل الأشقاء في التحالف العربي في المملكة تحديدا
في مسألة الدعم الشرعية. لكن للأسف 5 سنوات اليوم نحن في السنة الخامسة داخلين السنة السادسة من الحرب دون أي أفق لهذه الحرب. اليوم لا الشرعية عادت ولا سقط الانقلاب. الانقلاب اليوم أقوى منه قبل 5 سنوات. اليوم الانقلاب أقوى بكثير مما كان عليه سابقا بفعل هذه السياسات التي أدت إلى تفريغ الحكومة الشرعية من مضمونها فيما يتعلق بعدم عودتها إلى 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 العاصمة المؤقتة عدن، بإنشاء جيوب وإنشاء ميليشيات وأجهزة خارج مؤسسات السلطة الشرعية، بتفريغ مفهوم السلطة الشرعية كأداة وإنجاز إلى أشخاص اللي تحول الشرعية بنظر الإخوة والشقة في التحالف إلى شخصية هادي ومن حوله في الحكومة، لا شرعية الإنجاز الموجودة على الأرض، وشرعية المقاومة وشرعية الجيش الوطني الذي يحمي ويدافع عن المشكلة. اليوم لم يبقى المشكلة يمنية، اليوم المشكلة سعودية بحتة. اليوم السعودية الأمن يعني مكشوفة أمنيا أمام هذه المرحلة، أمام جماعة الحوثي، جماعة بدائية وموغلة في البدائية والتخلف. وبالتالي هذا هناك خلل حصل، هذا الخلل يجب أن يراجع ونقف موقف شجعان. أنا ليس لي موقف باتجاه الإخوة في الخليج، أنا موقفي مع هؤلاء الإخوة حينما أتوا لمساعدة اليمن لسعادة الشرعية. أما اليوم بعد 5 سنوات يجب أن أقول لهم هناك أخطاء كارثية أنتم صنعتموها وأنتم تتحملوا النتائج. سيدة اللواء، يعني بطبيعة أي عمل لابد أن يشوبه أخطاء، لما حتى الآن لم يعترف التحالف أين أخطاء حتى تتم مراجعة هذه الأخطاء؟ تحدثت عن عودة للشرعية، العودة التي نفهمها نحن هي عودة إلى العاصمة المؤقتة لتسير شؤون البلاد. منى عبد ربه منصور هادي من العودة، وأنت تعلم كيف تم ذلك. يعني أطراف من التحالف استطاعت أن تولد انقلابات أخرى داخل البلاد برضا السعودية وصمتها. الكثير من الأحداث الكارثية التي مرت على البلاد خلال 5 سنوات مما يعني أدى إلى ضياع فرصة عودة هذه الشرعية فعليا إلى البلاد. لما لا تنظرون للأمر من زاويتنا نحن اليمنيين؟ كيف هذه البلاد، ما الذي يعيشه اليمنيون في الأراضي التي تعد محررة؟ ربما واقع عدن الآن لا هو الأمن ولا هو الحرب، هو أسوأ من أي واقع يمكن أن تعيشه أي منطقة. يعني هذا في نوعا ما لما يحدث ما بعد الحرب وما بعد الأهداف الاستراتيجية، في نوعا ما كلامك في نوعا ما الصح، أنه هنالك يعني بعض الأمور لم تذهب كما يراد لها أن تذهب، ولكن بمفاهيم الحرب والصراعات مع خلوا عيد أكرر على هذه الكلمة مع جماعات غير مدنية في ظل وجود تحدي اللي هو اليمن المدنيين، الأمريكان 11 سنة في أفغانستان أمام جماعة فعاليك، مع احترامي لطالبان ومن معه فعاليك، و11 سنة دولة عظمى، فما وأنا ما أعطي هنا عذر للتحالف، أنا أعطي أن هذا واقع الصراعات الحالية. يعني الأخ البكيري مع احترامي له هو لا يعي ما هي معنى الحرب. هل فعلا دخلنا الآن نحن في حرب بكامل ثقلها العسكري ومعداتها وآلياتها وبدباباتها؟ هنالك مجهود جوي، بعض المجهود الحربي، لا يوجد مجهود بري كما هو مفهوم الحرب. ليش؟ لأنه أنت لا تعمل أمام جيوش نظامية. إذا أنه لا يفهمون الأخوان الذين يتحدثون بأنه هذا النوع من الحروب سوف يأخذ طويلا، فليتنحى جانبا وليأتي بشخص يفهم معاني الحروب. الآن أخطاء، أنا أعترف لك الخطأ الكبير الأول الذي يعني جعل من هذه الأزمة خطول هو القيادة العسكرية، لأنه أنا من مراقبتي للمشهد لم أجد قوة عسكرية تتصارع. يا سيدتي الفاضلة، ما معنى رشاش يطلق على رشاش في دولة قد 4، 5، أو 10 دول عربية، وهنالك يعني عندما تكون مواجهات بأسلحة خفيفة؟ هذا ليس بالمعقول. ليش؟ لأنه أنت لا تواجه جماعة في أمامك، جماعة تختبئ في الجبال، جماعة تستفيد من بعض خلينا نقول لك التحركات العسكرية والكمائن العسكرية وتصارع بهذا الأمر. قامت قوات التحالف بقصف
مواقع عديدة وانتفض المجتمع الدولي كيف تضربون منصات مدنية أو تجمعات مدنية وهي في الواقع إدارة للعمليات. لذلك هذه تحديات. فكان هذا الخطأ الأول لم يوضع في الحسبان نهاية الصراع، يعني بمعنى جو بحر لابد أن ينهي بري. ورأينا هذا ما يحدث في اليمن، في عفوا في شمال اليمن مؤخرا، المهزلة التي حصلت من قبل نعم. أليست السعودية هي المتسببة بهذه المهزلة؟ اسمح لي سيادة اللواء، يعني دعنا لا نتحدث عبارات واسعة، يعني أجبني مباشرة، يعني لما لم تقم السعودية بتسليح الجيش اليمني كما يجب؟ لا في سياق الحديث، في سياق الحديث الله يرضى عليك. الآن ما حصل في المناطق الشمالية يجب أن يسأل عليه كافة، من معالي وزير الدفاع، معالي رئيس الأركان، قائد القوات المشتركة، القادة الميدانيين، ويسألون لماذا هذا الأمر حدث. وإن كان ما حدث مثل ما رأينا في التلفزيونات، فأنا من على هالمنبر أطلب بتغييرهم جميعا، من وزير الدفاع إلى القائد الميداني. ليش؟ لكن ربما سمعنا التصريح اللواء محسن خسروف والذي أقيل جراء سيادة اللواء، والذي تحدث بأن السعودية ترفض بدعم هذا الجيش حتى على مستوى دبابة واحدة، لا تأمن الجيش بدعمه دعم حقيقي حتى يستطيع أن يجابه. فكيف يعني الآن يعني تتهمون؟ من السهل إلقاء التهم على الآخرين سيادة اللواء، ولكن الواقع يحكي شيء مختلف. لا 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 لا، أنت يجب أن تعلم سيدتي بأنه في التفاهمات والعقود العسكرية والمبيعات الخارجية وإلى آخره، عندما تشرى أسلحة يعني نوعية وخاصة إلى دولة معينة كالمملكة وكالإمارات، لا يجب أن تسلم لأطراف أخرى تستخدمها، حتى ولو كان الصراع يعني في الخدمة الفعلية للوصول إلى الهدف النهائي. نعم، وهذه الاتفاقات لم تسري على تسليح الإمارات للانتقالي؟ كان هناك اتفاقات أخرى، يعني تسري فقط على الجيش الوطني وعلى الحزام الأمني لا تسري عليه؟ رأينا كمية الهائلة من الأسلحة التي أعطيت من الإمارات للانتقال سيادة اللواء، يعني لا أدري. هذا نفس التسليح الذي سلح به الجيش في الشمال بآليات مدولبة. الطبيعة التضاريسية للشمال تختلف عنها عن الجنوب، لذلك صارت عمليات الجنوب أسهل بما يخص في مواجهة الخصم، لكن عمليات الشمال لا تتطلب عربات مدولبة، هي تتطلب قوة عسكرية هائلة بتدريب مختلف. لذلك ألم تدرك السعودية ذلك وهي تطلق عاصفة الحزم وتقول بأنها خلال 3 أشهر ستنهي هذا الانقلاب؟ ألم تدرك طبيعة الصراع كيف سيكون؟ لم يوجد لديها خبراء عسكريين يحدثوها عن طبيعة الأرض اليمنية والأحداث كيف ستصبح حتى يعني تعطي هذا التاريخ المحدد ب3 أشهر؟ الآن 5 سنوات نحن. لو التزم الأخوة في الجيش الوطني بما وضعته قوات التحالف على خطط رسمية، أنا أجزم لك وصل إلى 5 كيلو من حدود محافظة صنعاء، وصلوا إلى 2 كيلو من الحديدة، وحصل ما حصل. لا أنا ولا أنت نعلم لماذا لم تستمر القوات في تحرير الحديدة وصنعاء، ولم يخرج أحد من المسؤولين، ما علي من خسروف، خسروف صديق وعزيز وأخ، ولا زلت أعتز بصداقتي، ولكن ما ذكر في تصريحه فهو مخطئ بكامل الخطأ عندما تحدث بعدم تسليح وصواريخ بعيدة المدى وراجمات صواريخ. لا تستطيع أي دولة، لا تستطيع أن تنقل السلاح إلى دولة أخرى في 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 ظل عقود. وكما ذكرت النقطة الثالثة، خليني أقول لك من الأخطاء التي حصلت، من الأخطاء التي حصلت يعني في التدريبات للجيش، ورأينا ما حدث في، وهذا يعني ظهرت مؤخرا في مناطق الجوف وفي مناطق مأرب، ورأينا هذه الفوضى. ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة؟ نزل قائد معالي وزير الدفاع ورئيس الأركان يقود المعركة ميدانيا، معناته إيش؟ فيه هناك مشكلة، معناته إنه فيه خلل ما بين الأخوة الأشقاء في اليمن في المناطق الشمالية، وهذه هي يعني خلي أقول لك النقطة الرئيسية لم تحل. وهذا أيضا يأتي من قصور من قبل القوات المشتركة، لأنه هو المسؤول في الأخير. يجب أن يعامل كافة العسكريين والمدنيين الذين يعملون تحت قيادة الجيش، هو المسؤول الأول قائد القوات المشتركة، مع احترامي لوزير الدفاع، مع احترامي لرئيس الأركان، لأن هذا التحالف أتى
تحت مظلة ووافق عليه فخامة الرئيس هادي. لذلك لا يجب أن يخرج أي أحد من القادة اليمنيين يقول نحن هنا ولنا الميدان، لا آسف، هنا قائد قوات مشتركة يجب أن تعملنا. نعم، إذن يعني ربما أتفق معك سيادة اللواء بما يحدث من قبل القيادة العسكرية اليمنية، وهناك علامات استفهام كبيرة على ما حدث ويحدث جراء خلال هذه الخمس سنوات. شكرا جزيلا لك اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذن توضع اللائمة على القيادة العسكرية، على وزير الدفاع، على القائد الأعلى للقوات المسلحة، على نائبه، وربما لا يلامون حين يوضع اللوم عليهم، فهم بالتالي هم المعنيون بالأمر. نجد يعني لا مبالاة حقيقية، لا نجد ردود فعل حقيقية لكل الأخطاء التي تحدث على الميدان في مأرب في الجوفي، نفس القيادات مستمرة، لا يوجد حساب لأحد، لا يوجد تغييرات حقيقية تشعر اليمنيين بأن هناك قيادة مطلعة على ما يحدث. أنا أتفق في هذه الجزئية تماما مع ذكر العميد القبيبان، وإن كنت أختلف معه كثيرا في كثير من المعطيات التي أوردها، وخاصة فيما يتعلق بمسألة التسليح. أنا أعتقد مسألة التسليح هذه من المغالطات الكبيرة التي يراد تمريرها في الحرب في اليمن، أنه هناك حاضر على تسليح الجيش الوطني. أنا أعتقد هذه مغالطة كبيرة، لا أريد أقول أنها كذبة، لكنها مغالطة كبيرة جدا، لأنه في الأخير الحكومة الشرعية معترف بها دوليا، وهي من حقها أن تعقد صفقات مع أي شركة تسليح دولية. لكن الأخوة والأشقاء في التحالف تحت البند السابع لا هم الذين يمنع تسليح أي طرف من أطراف، هذه حرب استعادة شرعية. مسألة البند السابع مسألة مختلفة تماما في هذا السياق. فيما يتعلق بصفقات سلاح، لا هم الذين سمحوا للحكومة الشرعية أن تسلح نفسها، ولا هم الذين تركوها أو دعموها بالسلاح. يعني هذه المسألة أنا باعتقادي لغير دقيقة. الجانب الآخر فيما يتعلق ببناء قدرات الجيش الوطني، نحن نعلم أنه لدينا قواعد عسكرية قوية لم يصلها الانقلاب، يعني مثل قاعدة على سبيل المثال قاعدة الريان وقاعدة الغيظة العسكرية. هذه قواعد عسكرية أيضا فيها كان مجموعة طائرات، أين ذهبت هذه الطائرات؟ أيضا حينما خرجت القاعدة في مسرحية القاعدة الشهيرة في 2016 في المكلا، خرجت وتركت الدبابات والمدافع والعربات والصواريخ موجودة كانت في المكلا في اللواء 117 و130 تقريبا. بعد ذلك دخلوا وتم الميليشيا التابعة للإمارات سحبت هذه القوات ورمت بها، رمت بالدبابات والمدرعات والمدافع إلى البحر، كبسوا بها البحر يعني. بعد ذلك تم صرف لهم عربات هيلوكسات وشاصات رباعية الدفع اليابانية، وقالوا أن هذا تسليح لهذه الميليشيات. يعني نحن أمام عمل ممنهج فيما يتعلق بهذا السياق. يعني كان يفترض الآن هناك قواعد عسكرية قوية لا زالت تحت القوات الحكومة الشرعية، يعني يفترض أنه في طائرات، يفترض تدريب. أنا وردتني معلومة لا أدري مدى دقتها، أنه في فترة من فترات قبل عام من الآن وأكثر، أنه تم استدعاء كل الطيارين اليمنيين الذين لم يخضعوا لجماعة الحوثي أو لم يعترفوا بالانقلاب، تم استدعائهم إلى عدن، ولا يدري أحد الآن أين مصيرهم. يعني تم استدعائهم من قبل التحالف العربي، الطيارين الذين يقودون الطيارات العسكرية الحربية. يعني كل هذه المسرحية التي أو كل هذه الإشكاليات التي طرأت هي واحدة من علامات الاستفهام التي تقولنا بعد خمس سنوات أنه هناك لم يكن هناك نية حقيقية لتحقيق أهداف الحرب المعلنة وهي استعادة الشرعية، بقدر ما كان نوع من إدارة حروب عبثية فضوية في المشهد اليمني، وبقاء اليمن أو تقسيمه إلى كنتونات ضعيفة متناحرة يسهل السيطرة والتحكم بها من قبل الأشقاء في التحالف العربي في المملكة تحديدا. إذن يعني السعودية ربما عمليا لم تسلح الجيش الوطني، لم تسمح بعودة الشرعية، ولكن لو تحدثنا خلال خمس سنوات ما الذي قدمته الشرعية لنفسها أولا؟ يعني هل يمكن أن تقبل بالدور الذي وضعته لنفسها أو الذي أبعدت فيه بهذا الشكل؟ يعني خلال خمس سنوات لم يعني تغضب لنفسها، لم تشعر بأنه لابد من العودة حقيقة؟ سيكون من السخافة بمكان الحديث على أن تحميل كل هذه الأخطاء إلى التحالف العربي والسعودية
ونعيش نظرية المؤامرة، وإن كان جزء من المشهد موجود فيه مؤامرة يعني. لكن أن نستسلم كلية في تفسير ما حدث إلى أنها مؤامرة، أنا باعتقادي هذا ليس منطقا وليس منهجا وليس موضوعية في الحديث. أنا باعتقادي الطرف الأكبر والرئيسي والجوهري في تحمل كل هذه الأخطاء وكل هذه الارتكاسات التي حصلت للمشروع الوطني وللمعركة الوطنية السعادة الشرعية يتحمل مسؤوليتها القادة الموجودين في الصف الأول اليوم، من الرئيس هادي إلى نائبه علي محسن الأحمر إلى رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب إلى كل القادة الموجودين في وزارة الدفاع، في كل هؤلاء يتحملون الجزء الأكبر. أنا باعتقادي في حدود 80% من هذه الأخطاء وهذه الكوارث وهذا الفشل نتحمله نحن اليمنيين ومن يقف في الصف الأول لتمثيل شرعية اليمنيين اليوم. أنا باعتقادي لا يجب أن نلقي باللوم على الآخرين بقدر ما نلقي باللوم على أنفسنا أولا. نحن ماذا صنعنا؟ 5 سنوات كافية باستعادة اليمن وإعادة إعمارها وبناء دولة محترمة خلال 5 سنوات، يعني هي فترة انتخابية كاملة 5 سنوات تتاح في كل العالم لأي زعيم ينتخب 5 سنوات ليروا ماذا سينتج خلال هذه 5 سنوات. نحن خلال 5 سنوات لم ننتج شيئا، انتجنا مزيد من الفشل، انتجنا مزيد من التشظيات على كل مستويات. اليوم نحن أمام سلطات يعني أمر واقع موجودة على الأرض، يعني هناك سلطة في عدن تدير عدن، هناك سلطة في الساحل الغربي تدير الساحل الغربي، هناك سلطة في مأرب، هناك سلطة في المهرة. ماذا أنتجت؟ يعني الشرعية هذه أنتجت مزيد وولدت مزيد من الفشل، فضلا عن الفساد الكبير الذي كان وراء مثل هذا الفشل. هناك فساد كبير على كل المستويات، أنا باعتقادي ليس المقام الحديث عنه. نعم. اسمح لي أستاذ نبيل أن ينضم معنا الأستاذ الدكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث عبر الهاتف من اسكتلندا. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور. إذن 5 سنوات من قيام التحالف العربي بعاصفة الحزم في اليمن، بدء عملية بعاصفة الحزم في اليمن، كيف تقرأ هذه 5 سنوات دكتور أحمد؟ بداية مساء الخير للجميع. تابعت بداية الحلقة كلام اللواء القبيبان والأستاذ نبيل، وقد لا أضيف الكثير، لكن أحب باختصار شديد أن أقول أن الحرب التي اندلعت في أو عاصفة الحزم التي اندلعت في ماس في عام 2015 والتي قيل للشعب اليمني أنها مجرد عدة أشهر للانتهاء من الانقلاب الحوثي في صنعاء، هي حرب فشلت بكل معنى الكلمة. وللأسف الشديد استمعت للأخ الضابط السعودي القبيبان يلقي باللوم على ضابط هنا وهناك في مأرب وفي الجوف. القضية قضية مركزية، فشل مركزي، فشل استراتيجي ذريع للتحالف في اليمن. 5 سنوات وهو يلف ويدور على الشعب اليمني، مغيب الشرعية. للأسف الشديد كما قال الأخ نبيل، الناس استبشروا كثيرا بالخير عندما تقدمت السعودية لمساعدة الشرعية في بداية 2015، لكن الآن إذا عملنا إحصاء مثلا أو استفتاء في الشارع اليمني سنجد أن غالبية الشعب ناقمين على التدخل السعودي. هنا المشكلة الآن، الأخوة السعوديين حتى الآن للأسف الشديد في التحالف لا يريدون أن يعترفوا بالخطأ، هناك غرور كبير، لا يريدون أن يعترفوا أن ثمة مشروع قد تم إفشاله في اليمن. المشروع الإنقاذ ومشروع عاصمة الحزم فشل في اليمن. لماذا فشل في اليمن؟ لا يريدون أن يجيبون، لا يريدون أن يقبل لهم على ضابط وضابطين. القضية هم يرأسون العملية العسكرية بأنفسهم، ومحمد بن سلمان هو رئيس كوزير الدفاع، هو من يمسك بالملف أو الشخص الأول الممسك لملف التدخل في اليمن، ولكن يريدون أن يغالطوا التاريخ ويغالطوا أنفسهم ويلقوا باللوم على. لكن نعم، خلال أيضا 5 سنوات حتى لا يعني تكون الصورة معتمة بشكل عام، ألم يحيد التحالف الطيران الجوي، سلاح الطيران الجوي الذي كان ممكن أن يعني يسبب خراب كبير لليمن إذا ما تم استخدامه من قبل الحوثيين، ألم يكن هناك جزء من تحجيم وقصقصة أذرع الحوثيين؟ والله للأسف الشديد ما لم يفعله الحوثيون من قصف جوي قامت به التحالف. نحن نتحدث عن
قتل 10,000 يمني بسبب طيران التحالف. هناك أخطاء كارثية ارتكبها التحالف، وهناك ملفات كثيرة لديها منظمات حقوق الإنسان الدولية. ما قام به باليمن جرائم حرب بمعنى الكلمة. نعم التحالف في بداية الأمر بدأ يحقق بعض المكاسب، لكن أنا أتحدث عن المعركة لمدة 5 سنوات، نتكلم عن 60 شهر. 60 شهر إخفاق كبير للتحالف، واستطاع الحوثي أن يتحول من مجموعة عسكرية بسيطة إلى كيان يهدد المملكة العربية السعودية. لأن نتحدث الآن عن قدرة الحوثي على إصابة أي محافظة سعودية. هذا إخفاق كبير، هذا إخفاق شديد حقيقة. والأخوة في السعودية ما زالوا يرون الأمر وكأنه موضوع بسيط سهل. لا، ليس الأمر سهل. هناك أنا اتفق تماما مع الأخ نبيل أن هناك ضرورة يعني ملحة تماما لإعادة النظر فيما جرى لمدة 5 سنوات. ليس من العيب الاعتراف أن هناك خطأ، يجب أن نعيد النظر فيما جرى، ويجب أن تعاد العلاقة بين الشرعية والتحالف. إذا استمرت العلاقة على ما هي عليه، وإذا استمر التحالف ينكر أن هناك خطأ في اليمن، فأنا أقول أن الحوثي سوف يتحكم في اليمن. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من اسكتلندا. إذا عمليا أستاذ نبيل، إذا لم تعترف الشرعية بوجود سوء أو يعني انحراف للعلاقة بينها وبين التحالف، إذا لم يعترف التحالف بوجود أخطاء خلال 5 سنوات، إلى أين يمكن أن يذهب بنا المشهد؟ المشهد مرشح لمزيد من العبث ومزيد من الفوضى، ومزيد أيضا ربما قد يكون في هذه الفوضى قد يكون هناك ربما بارقة أمل لا أحد يتوقعها في خضم هذا المشهد. يعني أنا أعتقد إنه هذا الفشل الذي وصل إلى طريق مسدود، وكل محاولات تصحيح هذا الفشل أو الدعوة لتصحيح هذا الفشل تبوء بالفشل هي الأخرى. أنا باعتقادي أنا لا أستبعد إنه قد تتطور ما على المشهد في الداخل اليمني، تتداعى بعض الشخصيات الوطنية في الجيش، في المثقفين، النخب المحترمة التي لا تزال تحافظ على رصيدها الوطني والقيمي لتجاوز هذا المشهد بالدعوة إلى اصطفاف وطني، إلى حوار وطني. هذا الحوار يفضي باستعادة زمام المبادرة وتشكيل شرعية على في الداخل اليمني. هذه الشرعية من خلال التفاف المقاومة الشعبية جديدة، من خلال أيضا يعني إعادة جسر الهوة الموجودة بين الشرعية الموجودة في الخارج والمقاومة الشعبية. هل ما زال لدى اليمنيين يعني هذا النفس؟ هل ما زال لديهم القوة على يعني صحيح ألم يشعروا يعني يصلوا إلى مرحلة تعب ويأس حقيقي؟ مرحلة التعب لا شك أنه اليمنيين وصلوا إلى مرحلة التعب، لكن أيضا أنت لا تنسى أنه اليمنيين مسألة الحروب ومسألة يعني هذا الإرهاق الحاصل هي قصة معاناة يومية وصيروها تاريخية بالنسبة لليمنيين. قد ينبثق من بين كل هذه الآلام لحظة صدق يقفها الوطنيون المخلصون الشرفاء الذين حافظوا على كرامتهم على وطنيتهم حتى الآن، ولم ينقروا تحت مظلة الاستقطابات الداخلية بين الشرعية وانقلاب أو حتى الاستقطابات الإقليمية، وقد ينجزوا لحظة فارقة في تنبيه واستعادة الإرادة الوطنية المختطفة، سواء مختطفة داخلية من قبل عصابة سلالية حاكمة أو تدعي أنها صاحبة حق إلهي، أو من قبل الشرعية التي عجزت وعجزت على أن تعترف أنها عجزت. وهنا المشكلة الحقيقية والكارثية، أنه الفاشل حينما لا يعترف في فشله هنا ستكون الخسارة مضاعفة، لأنه لو في لحظة صدق يعني الآن ووقفوا عند هذا مراجعة 5 سنوات من الحرب ومن الخراب الذي حصل والإخفاق، ممكن أن نتنادى أول بوادر تصحيح وأن تعترف أن هناك خطأ. لكن نحن حتى الآن لم نعترف أن هناك خطأ، يعني مستمرون في الغي، مستمرون في مزيد من التخليق والتفنن في صناعة الفشل. وبالتالي أنا باعتقادي أنه يعني أنا أوجه دعوة اليوم بعد 5 سنوات من القتال والحرب، أوجه دعوة لكل المخلصين، لكل الشرفاء، لكل الوطنيين، لكل التيارات، لكل النخب والكوادر اليمنية في الشتات والمنافي، أنه اليمن بحاجة إليكم اليوم أكثر من أي وقت مضى. اليمن تناديكم بالعودة إلى صف العقل والمنطق لإخراج اليمن من هذا المستنقع. نحن اليوم نحارب على كل الجبهات، نحارب عسكرياً، سياسياً، فكرياً، اقتصادياً، صحياً. نحن اليوم أمام
إشكاليات من كل بكل يعني صنوفها تتطلب صحوة للنخب والكوادر اليمنية التي لا زال هناك أمل بأن تخرج من حالة الصمت لتقترح مشهد يخرج اليمن من هذا القوقعة التي وصل إليها. شكرا لك أستاذ نبيل البوكيري رئيس مركز باب المندب للدراسات الإقليمية، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. مشاهدينا الكرام، ما زال الملف مفتوحا في حلقة في الأسبوع القادم، وهو ملف عاصفة الحزم خلال 5 سنوات من الحرب. شكرا جزيلا لمتابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.